السلام عليكم، أنا محمد غنايم. تكلمنا في الحلقة السابقة عن موضوع الشهوة، ولكن أحد المتابعين الأفاضل قرأها الشهرة، لذلك سنتكلم اليوم عن الشهرة تلبية له. ولكن بداية، لو سألتك هذا السؤال، هل ترغب في أن تصبح مشهورا؟ نعم أم لا؟ أجبني. نعم، أرغب في أن أصبح مشهورا. تمام، أعتقد في نهاية هذا المقطع ستكره مفهوم الشهرة. فالموضوع اليوم خطير جدا، وبه الكثير من المعلومات التي أتمنى منكم أن تستمعوا لها حتى النهاية، والتي ستعطيكم نظرة مختلفة عن اليوتيوب واليوتيوبرز بشكل عام. قمت بحصر موضوع الشهرة في اليوتيوب، لأن اليوتيوب يعتبر أسهل طريقة للوصول للشهرة. فنحن سنتكلم وإياكم اليوم عن الوجه المظلم للشهرة عن طريق اليوتيوب. ولكن بداية دعني أبدأ بهذه المقدمة. في إحدى حفلات التخرج، قال أحد الأساتذة للطلاب الخريجين: تسلق الجبل لترى العالم، لا ليراك العالم. ثم يشير بعد ذلك إلى أن إحدى المشكلات التي تواجهنا في العالم المعاصر هو أننا أصبحنا أكثر رغبة في لفت انتباه الآخرين لنا. بمعنى آخر، أننا أصبحنا أكثر رغبة في أن نصبح مشهورين. يسألني الكثير بشكل مستمر حول كيف أنجح يا محمد في اليوتيوب، وكأن اليوتيوب أصبح شهادة اجتماعية، ودرجاته في تلك الشهادة هي عدد المشتركين وعدد المشاهدات. مثلا أنت، ما هي الشهادات التي معك؟ مع شهادة في الطب وشهادة في الشهرة؟ لا، ليس كذلك. ولا يعلمون أن أغلب اليوتيوبرز الناشئين أو المبتدئين حديثا يهملون دراستهم، وأحيانا يتركونها، وأحيانا يفكرون بالانتحار بسبب ما يتلقون من تعليقات سلبية وأمور كثيرة أخرى تحدث معهم، والسبب هو سعيهم خلف أريد أن أصبح مشهورا. قرأت تقريرا البارحة في صحيفة الجارديان البريطانية، والذي دعاني لأصور هذه الحلقة لكم. جاء في التقرير أن اليوتيوب ينطبق عليه مثل فزت باليا نصيب ويا ليتني لم أفز، وقاموا بتلخيص ما يمر به اليوتيوبر من بدايته إلى نهايته كالآتي: المرحلة الأولى، الشعور بالرضا والسعادة على ما حققه من شهرة. المرحلة الثانية، الشعور بالتعب النفسي والإجهاد بسبب أن الشغف زال وأصبح اليوتيوب عبء وعمل عليه. المرحلة الثالثة، الوصول لنقطة الانهيار وترك اليوتيوب والدخول في حالة اكتئاب. نعم، وهذه المراحل لو سألت أي يوتيوبر عنها سيجيبك بنعم قطعية أن هذه المراحل تحدث معهم بالضبط. ويوجد الكثير من اليوتيوبرز الذين وصلوا للمرحلة الأخيرة، وهي الاكتئاب وترك اليوتيوب، ولا أريد أن أذكر أسماء. لذلك دعني بداية أجيبك على سؤال: كيف أنجح في اليوتيوب؟ ما دامك ملح في السؤال، ولكن تذكر أنت الذي سألت. الأمر بسيط جدا، قم بتصوير شيء جريء أو اكتب عنوان شريء، ثم اترك الأمر لخوارزميات اليوتيوب. قبل يومين صادفني مقطع تحت عنوان عملت مقلب في زوجتي، حصد هذا المقطع أكثر من 1,000,000 مشاهدة خلال أيام. فاستغربت ودخلت لقناة ذلك الشاب، فوجدت أن مقاطعه السابقة لا تتعدى 20,000 مشاهدة باستثناء المقطع الذي وضع زوجته به. ترى عدد مشتركي ذلك الشاب هو 200,000، فكيف حصل على 1,000,000 مشاهدة مع أن عدد مشتركيه أقل من 200,000؟ هذا الأمر يعود إلى خوارزميات اليوتيوب في الترويج للقنوات الناشئة. يتم الأمر بإعادة نشر المقاطع التي تكون فيها نسبة المشاهدة بالدقائق أعلى من 90%. يعني لو أنك أنت صاحب قناة ناشئة وقمت بنشر مقطع جريء ثم شاهد الناس 90% من مدة ذلك المقطع، مبارك عليك الشهرة. وهذا الأمر موضح في مقال الكاتب ساينتيفيك أمريكان. يعني ملخص هذه النقطة أنك كلما كنت أكثر جرأة أو أقل حياء أصبحت أكثر شهرة، وهذا الأمر ليس من عندي بل هو من خوارزميات اليوتيوب. قابلت الكثير من اليوتيوبرز الذين على الأكيد تعرفونهم، يعني لو ذكرت اسم أحدهم الآن عرفتموه مباشرة، ولي أصدقاء أفخر بهم من هناك. ولكنني وجدت أمر مشترك بهم جميعا، أنهم ليسوا كما ترونهم خلف الشاشة. ليس أنهم أسوأ، بالعكس، بعضهم أقولها بكل صراحة خلف الشاشة أفضل بكثير من أمامها، ولكن الأمر المشترك بهم جميعا إلا من رحم ربي هو التصنع. هم ليسوا على سجيتهم، فأصبح اليوتيوب مكان للتصنع، فكل شخص يعرض عكس ما يخفي. فالكوميدي في واقعه ثقيل، وصاحب المقالب في واقعه جدي، والحماسي في واقعه هادئ. وعندما أسألهم عن السبب لماذا التصنع، يعني لو عرضت شخصيتك الحقيقية لحبتك الناس أيضا، فيكون جوابهم أيضا مشترك، أن هذا المجال يحتاج تمثيل وتصنع، وإلا لن تنجح به ولن تحقق الأرقام العالية. وهم محقين في ذلك، فمشاهداتهم وأرقامهم عالية. وملخص هذه النقطة أنك كلما كنت أكثر تصنعا كلما أصبحت أكثر شهرة، وهذا بشهادة اليوتيوبرز أنفسهم. في تقرير لصحيفة الجارديان جاء فيه أن اليوتيوب من خلال خوارزمياته يتعمد تدمير صانعي المحتوى حتى يستفيد هو من ذلك.
كيف ولماذا قد يفعل ذلك؟ كما تعلمون أن الأرباح التي يحصل عليها اليوتيوبرز من المشاهدات 50% تذهب لشركة يوتيوب و 50% تذهب لصانعي المحتوى، طبعا أقل من 50% لأن هناك ضرائب ومصاريف تحويل إلى آخره، تمام؟ يعني مثلا شخص تأتيه 1,000,000 مشاهدة على كل مقطع يقوم بنشره، تتعمد الخوارزميات إنقاص هذه المشاهدات لتجبر ذلك الشخص على نشر محتوى أكثر جرأة وأكثر تصنعا وأكثر جذبا للانتباه. هذا الأمر يؤدي إلى جعل صانعي المحتوى يقدمون على فعل تصرفات إجرامية، مثلا نشر تحديات صعبة جدا، نشر مقالب مخيفة جدا، والأصعب التخلي عن مبادئهم. وإذا لم تستجب لهم خوارزميات اليوتيوب يقومون بقتل موظفي يوتيوب. نعم، هذا الأمر حدث في عام 2018، أقدمت امرأة اسمها نسيم، والله ما بعرف يعني سأكتبها لكم على الشاشة، على اقتحام مقر اليوتيوب في كاليفورنيا، وأطلقت النار على 3 موظفين ثم انتحرت، وقالت في رسالة مسجلة لها أن اليوتيوب تعمد تجاهل مقاطعها. يعني تخيل إلى أين وصلنا أو أوصلتنا تلك الخوارزميات. الأمر صراحة يعني شر البلية ما يضحك، لذلك أضحك الآن. فهذه النقطة نلخصها، أنك كلما أصبحت أكثر شهرة كلما أصبحت أقل تحكم في أفعالك ومبادئك. أريد أن أصبح مشهورا، هذا ليس هدف. الهدف يكون أريد أن أصبح مشهورا في العلم الفلاني، في الفن، في إلى آخره. أريد أن أصبح مشهورا دون أن تكمل هذه الجملة تعتبر نصف هدف، لأنك إذا لم تكن واضحا في هدفك ستقدم على فعل أي شيء في سبيل نصف الهدف أن تصبح مشهورا، وستجد نفسك بلا هوية. وعندما تنظر لمقاطعك بعد زوال الشهرة ستخجل من نفسك وما كنت تنشر. واليوتيوب وخوارزمياته تساعد في جعلك بنصف هدف إذا لم تكن صاحب مبادئ قوية. أعرف الكثير من اليوتيوبرز الذين كانوا في بدايتهم لا ينشرون صور عاريات من باب ديني، لا يريدون أن يفتحوا على أنفسهم باب سيئات جارية، ولكن بسبب خوارزميات اليوتيوب وانخفاض نسبة المشاهدة لديهم أصبحوا ينشرون كل شيء. وإذا سألت عن الهدف من قناته يقول لا أعلم. فلا تكن شخص بنصف هدف ولا تقبل لنفسك النصف. عندما أردت أن أفتح صفحة على الفيسبوك طلب من الموقع حينها أن أقوم باختيار نوع الصفحة، وكان الخيار الأقرب لي هو شخصية عامة، وبالفعل اخترتها. ولكن لو تفكرت في ذلك الخيار تلاحظ أنه يحق لكل العامة، لكل الناس الوصول لتلك الشخصية ومحاسبتها، فأنت أصبحت شخصية عامة. لذلك تلاحظ أن المشهورين أو الشخصيات العامة إذا بدر منهم عيب ولو صغير يذيقهم الناس الويل، ابتداء من التعليقات السلبية والشتم ووصولا إلى العتاب، ونسوا أنه مجرد شخص عادي، هو ليس منزه. لما قد تسبه، لما قد تعاتبه، لما قد تعطيه أكبر من حجمه. ومن هنا ظهر لدينا مفهوم القدوة الخاطئة. فلان قدوتي، من فلان؟ والله يوتيوبر. فإذا أردت قدوة أولا افهم أنت من يستحق القدوة ثم اختر. فكلما أصبحت مشهورا أو شخصية عامة أصبحت أكثر محاسبة من العامة. هذه ملخص النقطة التالية. دعني أخبرك بهذا الأمر وهو ملخص 3 سنوات في هذا المجال، أن اليوتيوب كيوتيوب لن يضيف لك شيء بقدر ما سيأخذ منك. والاعتماد على اليوتيوب كوسيلة دخل وحياة هو قمة عدم التخطيط، فاليوتيوب غير دائم. الدائم هو ما تصل له بصعوبة وجد واجتهاد وسهر الليالي، والتميز الذي أنت به حاليا سيختفي مباشرة بمجرد أن تلتحق بما يسمى الشهرة، وستصبح مشابه للباهتين الكثر الموجودين في اليوتيوب إلا من رحم ربي. وكلما ضغطت عليك الخوارزميات سترين واحدة من أهل بيتك إلى أن تصور لنا ما لا يصور. هذا رأيي الشخصي، ربما لن يعجبك ولا يهمني لأنني لم أقم بإنشاء هذه القناة ليعجبك أو أجاري تلك الخوارزميات اللعينة التي جعلت أسرار البيوت معرضا، وجعلت قليلات العقل يتفنن في عرض مفاتنهن للشباب سعيا منهن خلف تلك الخوارزميات. والأمر هؤلاء الأطفال والمراهقين الذين أصبحوا بلا هوية بسبب ما يشاهدون. في النهاية أحبتي في الله، إن الدال على الخير كفاعله، كما قال صلى الله عليه وسلم، هذا هو الهدف الكامل. ودمتم في أمان الله.